نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تمكين متصفح داخل التطبيق على تطبيقكم تيليجرام. قم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات والمحادثات، من ثم سوف نقوم بالضغط على متصفح داخل التطبيق، بعدها سوف نقوم بالضغط على تمكين متصفح داخل التطبيق. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل متصفح داخل التطبيق، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.